ألف سردة وسردة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. فراطة دائما ما يحدث أن تذهب إلى مكان ما لشرائك شيئا ما حتى يعطيك البائع شيئا آخر مع الشيء الذي تريد، وغالبا ما يكون الشيء الآخر تعويضا عن الفراطة من الفلوس التي كان يجب عليه أن يعيدها إليك، فيعيد الصيدلي إليك قطعة بلاستر عوضا عن الفراطة أو حبتين وجع راس والتنتين بيلزموه لأنه كل شيء بيوجع الراس وعلى الجروح لا تحدث، بينما يعيد البقال إليك بونبونة أو علكة مشان تحلي تمك أو تقعد تعلك شوي أكثر مما بتعلك بالعادة، وبالسينما بيجيبوا لك نجم مشان تحضر الفيلم مشانه وبيمرقوا لك معه كم واحد ووحدة من الفراطة إياها عسى ولعل ينبلعوا معك مثل حب وجع الرأس، وبيجيك بياع حكي من النوع اللي بيعتبر عدم التحمم من شيء من الإبداع وبيعطيك اسم مهم مثل إنه يقول دستويفسكي، وبعدين بيزت لك جنبه الأسماء الفراطة تبعه مثل فلان الفلتان والطيحان الجريان، وأنت بكل الأحوال عليك أن تبلع الفراطة، فالفراطة هي الأساس في بلادنا، فهي أشياء تحتاج إلى من يمشيها، وإذا مشيتها من عندك أنا رح مشي لك من عندي، فبتبيع الفراطة وضميرك مع بعض فرد شيلة، وبتمشي أمورك بقرنته للفراطة اللي بقته من شوي، وبيبيع منك هو شوي قليلا أو كثيرا حسب المزاج، وتمشي أمور كل الفراطة بالبلد، فإذا بك ترى القص والختيار والبنت والشاب مقلوبين ومنيمين على طاولات اللعب بينما الجويزات والتريسات والأربعات عم يلعبوا لعب. وبكل الأحوال أنت كزبون ستفوز بالنوعية الرديئة، والبضاعة التي يبيعونك إياها لو لم تكن فاسدة لما احتاجت إلى من يدفشها ويمشيها، وإذا لم تكن فاسدة فهي على الأقل صغيرة ووضيعة ولا قيمة لها كالفراطة. أنت إذن محكوم بالفراطة، الكل بده يبيعك الفراطة اللي عنده، والكل بده يبيعك بأرخص الأثمان وبأرخص الطرق وعبر أرخص الأشخاص أرخص الكلام، والأنكى من ذلك أنه يجيك شخص من البرية بده يبيعك ما لم يستطع أشطر سوبر ماركو كما يقولون أن يبيعك إياه، فالبيع هو الفكرة بذاته، أما ماذا تبيع فهذا ليس مهما، بل إن البائع الفهمان اللي عنا هو اللي بيقدر يبيعك البضاعة الفاسدة، فالشطارة في التجارة تكمن هنا، أن تبيع اللي ما بينباع، أما اللي بينباع فزبونه موجود وبأي لحظة بيروح من خلقة البياع، لذلك الحلو بينضب وبتخبى مشان ما ينصب بالعين، والبشع بيتزين شوي مشان تخف بشاعته، وبيترشرش عليه شوية عطور مشان تغطي على ريحته الأصلية، وبينحكى بأمره كم كلمة حلوة من هون ومن هون لحتى يصير جاهز للبيع. وبالتالي بيصير الزبون جاهز لأكل الكم أو المقلب. كم من البضائع الفاسدة اشترينا، وكم من المقالب أكلنا، وكم من المطربين العدم بلعنا، وكم من الفنانين الغلظة تحملنا، وكم من المذيعين اللي فرد شقفة شربنا، وكم وكم وكم، كله لأن هناك بياعين من هذا النوع. أما المصيبة الكبرى فهي عندما يخرج البياع لقضاء حاجة فيبدأ أجيره بالبيع، ويا لهول المفاجأة، فالولد باع حتى القذارة التي في المكان، فاستحق تصفيق وإعجاب المعلم، وأحلى معلم بغيابه. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.